استعرضنا في التقرير السابق الفروقات بين هاتفي جالاكسي S8 و S8 Plus. اليوم نستعرض الاختلافات بين S8 Plus و S7 Edge. رقم تيفي. أولاً التصميم والشكل العام. اختلف الهاتف في التصميم. في S8 Plus عملت سامسونج على تنحيف إطارات الهاتف بهدف رفع زيادة أبعاد الشاشة، فأصبحت بأبعاد 18.5 إلى 9، بينما في أخيه السابق 7 Edge 16 إلى 9، وهو يعني عرضاً أكبر للمحتوى واستغلالاً أكبر لمساحة الهاتف الكلية. كما ألغت سامسونج الزر الرئيسي الميكانيكي في S8 Plus واستبدلته بزر لمسي، ووضعت مستشعر البصمة في الظهر بجانب الكاميرا، بينما 7 Edge يحتوي على زر رئيسي مدمج به المستشعر. كما أضافت إلى جانب الهاتف الأيسر زراً خاصاً بالمساعد الشخصي بيكسبي. بالنسبة للأبعاد والوزن، فهاتف S8 Plus أطول وأعرض وأثقل، الطول 7.34 سنتيمتر وعرض 6.81 سنتيمتر ووزنه 173 جرام. أما S7 Edge الطول 15.9 سنتيمتر وعرض 7.26 سنتيمتر ووزنه 157 جرام. من الظهر نقلت سامسونج الفلاش ومستشعر نبضات القلب إلى اليسار ووضعت مكانه مستشعر البصمة، بينما S7 Edge نجد الفلاش على اليمين. ثانيا الشاشة. S8 Plus جاء بشاشة أكبر مقاسها 6.2 إنش بدقة 2960x1440 بيكسل، وهي أعلى من كواد HD بقليل، وتشغل مساحة 84% من مساحة الهاتف الكلية بكثافة 529 بيكسل لكل إنش. أما S7 Edge بمقاس شاشة أصغر 5.5 إنش بدقة كواد HD بكثافة أعلى قليلاً 534 بيكسل لكل إنش، تشغل مساحة 76% من مساحة الهاتف الكلية. شاشة الهاتفين من نوع سوبر أموليد. ثالثاً المساعد الصوتي بيكسبي. وقامت سامسونج بتوفير مساعد شخصي جديد لهاتف S8 ليكون بديلاً لخدمة S Voice باسم بيكسبي، مدعوماً بمحرك ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً يستطيع فهم التطبيقات المفتوحة والتفاعل معها، وسيتوفر لS7 Edge تدريجياً. رابعاً المنفذ. منفذ الـ USB في هاتف S8 Plus USB 3 من نوع C، أما في S7 Edge من نوع Micro USB 2. خامساً قزحية العين. يحتوي هاتف S8 Plus على ميزة التعرف على الوجه من خلال قزحية العين، وهذه التقنية غير موجودة في هاتف S7 Edge. سادساً المعالج والرام. جاء S8 Plus بنسختين من المعالج، الأول هو سناب دراجون 835 ثماني النواة بتردد يصل حتى 2.35 جيجا هرتز، ومعالج رسوميات أدرينو 540 للنسخة الأمريكية، والآخر إكسينوس 8895 ثماني النواة أيضا وبتردد 2.3 جيجا هرتز، ومعالج رسوميات مالي G71 لباقي دول العالم. كذلك سيتوفر الهاتف بسعة تخزين 64 جيجا بايت مع رام 4 جيجا بايت، يمكن إضافة سعة تخزين خارجية حتى 256 جيجا بايت. وقد أعلنت سامسونج أن الهاتف سيتوفر بإصدار خاص في كوريا الجنوبية برام سعة 6 جيجا بايت. أما الـ S7 Edge بنسختين أيضا من المعالج، الأول سناب دراجون 820 رباعي نواة بتردد يصل حتى 2.3 جيجا هرتز ومرفق بمعالج رسوميات أدرينو 530. النسخة الثانية من الجالاكسي S7 Edge بمعالج من نوع إكسينوس 8890 ثماني نواة بتردد يصل حتى 2.15 جيجا هرتز ومرفق بمعالج رسوميات مالي T880MP12. الرام للهاتف جاءت بسعة 4 جيجا بايت، أما الذاكرة الداخلية فجاءت 32 أو 64 أو 128 جيجا بايت. وعند اختبار الهواتف على منصة Geekbench لقياس الأداء، حقق S8 Plus 1945 نقطة للنواة الواحدة في مقابل 2107 نقاط للـ S7 Edge، فيما حقق S8 Plus 6312 نقطة في اختبار تعدد الأنوية في مقابل 5946 نقطة للـ S7 Edge. أما على منصة أنتوتو فقد حقق S8 Plus 205284 نقطة مقابل 137360 نقطة للـ S7 Edge. ولا شك هنا أن الـ S8 يقدم أداء أقوى وأعلى من أخيه السابق S7 Edge. سابعاً الكاميرا. الكاميرا الخلفية جاءت بنفس المواصفات، لكن الأمامية في هاتف S8 Plus 8 ميجا بيكسل، أما في S7 Edge فكانت أقل بدقة 5 ميجا بيكسل. ثامناً البطارية.
البطارية غير قابلة للإزالة بالهاتفين وتدعم الشحن اللاسلكي، ولكن البطارية في S8 Plus جاءت بسعة 3500 ملي أمبير، أما S7 Edge فجاءت بسعة أعلى 3600 ملي أمبير. كانت هذه أهم الفروقات بين الهاتفين، فلو كان معك S7 Edge هل تفكر بالترقية؟ شاركنا رأيك. كانت هذه أبرز الفروقات بين الهاتفين. شارك